من المدافعين يعني مين اكتر واحد تعبك في الملعب؟ لعبت ماتشات كتير يعني مين اللي فعلا تقول يا ده انا بكره هلعب قدام الفرقه كذا معاها المدافع ده مدافع غلس قوي ويعني لا يمكن كان كابتن فتحي احمد كذا ماتش انا لعبنا ضد بعض، فكان بينه وبينه ماتش تاني خالص. ده غير طبعا وائل جمعه، ده غير كابتن وقعت في حته تانيه يعني بتخرج من ورا تقع في تحت. لا كابتن فتحي كان شم يعني بيترقص بسهوله. لا وبعدين احمد يترقص وبعدين يرجع لحضرتك ويرجع لك تاني ويروح ويرجع. دي حقيقة دي حقيقة. فانت تتمنى ما تقابلش مدافع زي لا هو الفتره دي بيلعب معايا كل يوم في التمرين تسيمه. في التسيمه بتقول عندك تسيمه بكره؟ عندنا تسيمه بكره طبعا. مش هتبقى ضده؟ لا هو معايا. طب الحمد لله، الحمد لله عدت على خير. عدت على خير. طيب عندك ايه؟